إن كرنفال جامعة زايد لريادة الأعمال 2014 للطالبات الذي افتتحته معالي سمو الشيخة لبنى القاسمية وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد يتيح للطالبات فرصة لتنمية مهاراتهن في مجال إدارة الأعمال عن طريق إدارتهن للمشاريع التجارية الخاصة خلال مدة الكرنفال. صراحة المعرض وايد جميل ومشجع، والبنات يعني عندهم ابتكارات كثيرة ومبسوطين. احنا نمر كل ساعة ناخذ شغلة من عندهم، لا يعطيهم العافية ورافعين راسنا دائما بنات زايد. يضم مهرجان الثقافة السنوي لجامعة زايد ما يقرب 90 مشروعا تجاريا طلابيا، وقد حقق خلال السنوات السابقة نجاحا مبهرا تمثل في صقل وإبراز المهارات القيادية لدى الطالبات في مجال إدارة الأعمال. نحن نقيم هذا المهرجان سنوياً للطالبات بحيث أن نحن نتيح لهم الفرصة أنهم يعززون مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، ونحن نستعرض هذه المهارات مع جهات من المجتمع اللي هم داعمين لهذه المشاريع. مثل عندنا مشاركة لهذه السنة قوية من عدة جهات، عندنا مشاركة من دبي أسمي، عندنا مشاركة من صندوق خليفة، عندنا مشاركة من تجارة دبي، وعندنا مشاركة من فرصتي، وأيضاً عندنا ورشة عمل مقدمة من مبادرة أكون ويقدمها الأستاذ أنس بخش للطالبات، يتحدث فيها عن تجربته في مجال ريادة الأعمال، وبتكون هذه الأشياء مثابة تحفيز للطالبات على أنهم يكملون هذه المشاريع ويطورونها. مشاركتي في السنة تابعة لكلية الأرت، عندنا مجلس طالبات، والبنات صمموا عرايس مثل هاي العروسة هني. ريانا تبون تشتروني العرايس؟ في ممكن ان تصممينهم مثل هالعروسة، تاخذين عروسة فاضية وتصممينها، اذا صممتي العروسة وصورتيها تحطينا في الانستغرام على هاشتاج CACCE_plush، ممكن تربحين ان تعرضين عروستك في معرض فني. هذه أول مشاركة لي في كرنفال جامعة زايد للطالبات هني في الجامعة، وتشجعت أشارك لأن العام ما شاء الله كان في وايد أقبال ووايد مشاريع جديدة، يعني بدأت يعني بدايتها كانت في الكرنفال وما شاء الله وصلت أماكن يعني وايد كان فيها نجاح. فأنا أنا من زمان كنت أصمم يعني ثيابي الخاصة، عبية، فساتيني، فأنا وأصدقائي هند شريف وسارة العوضي قررنا نشارك يعني في هالسنة وسوينا هالديزاين، والحمد لله يعني سو فار يعني ما شاء الله يعني في اقبال. ان اهميه دور الطلبه المتميزين والمبدعين في تحقيق التنميه بمفهومها الشامل ياتي ضمن اولويات القياده الحكيمه وادراكها لاهميه رعايه الطلبه والكفاءات الشابه بكافه الوسائل المتاحه من اجل الارتقاء بالمواطن وبناء الوطن.